3 years ago, Safwan fled the violence in Syria with two family members. They all have disabilities and struggle to get around on the unpaved roads. He wanted to have more independence and designed an electric bike around spare parts he found. دراجة لذوي الاحتياجات الخاصة بتشتغل على الطاقة الكهربائية. طبعا احنا جبناها بسكليت دولابين وقمنا بتفصيلها بما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا القبضة اللي هي مسؤولة عن التشغيل تمام والفرام. Yeah, the brakes. طبعا هي عبارة عن 5 بطاريات، كل بطارية باستطاعة 12 فولت بيقوم بفترة زمنية معينة بشحن البطاريات. بس اكيد كل ذي عاهة جبار، يعني دائما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بيحتاج انه يبتكر ادوات تساعده بالحياة، فان كان بسوريا او هون اكيد طبعا لو صح لي هيك شيء اكيد راح ادرسه، انه عندي الافكار بس احتاج الى تعليم اكاديمي في الموضوع.